فيكم في برنامج لمسة وفاء اللي يأتيكم من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. اليوم بإذن الله تعالى راح تشاهدون أبطالنا أبطال الحد الجنوبي، راح إن شاء الله يوجهون تهانيهم بالعيد لأحبائهم وزملائهم في الحد الجنوبي. تعالوا نشوف هذه التهاني. أبدأ مع هذا البطل، نتعرف عليك. معك الجندي الأول عبد الله. عبد الله السلامي. ونعم عبد الله. عبد الله، في أول يوم العيد احنا نقول لك كل عام وأنت بخير من خلال برنامج لمسة وفاء. من حاب تهني في العيد؟ أهني الوالدة وأهني الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وأهني زملائي في الحد الجنوبي بس. طيب وش حاب تقول لزملائك اليوم في الحد الجنوبي هم يتابعونا؟ أقول لهم خلوهم ثابتين صامدين، وهذا شرف لنا ولوطننا. أبايع ولي العهد على السمع والطاعة وعلى الوفاء، وأتمنى له التوفيق والنجاح. كل عام وأنت بخير يا بطل، وخلينا نتعرف عليك في البداية. معك الجندي خالد محمد زيلة. ونعم. ما عليك زود؟ من أي قطاع؟ قطاع القوات المسلحة. خالد، حنا نقول لك كل عام وانت بخير من جديد، وعساكم من عواده. وش حاب، من حاب تهني من خلال برنامج لمسة وفاء؟ من حاب تهني من خلال برنامج لمسة وفاء؟ والله حاب أهني الوالد والوالدة، أقول لهم كل عام وهم بخير، وأحب أهني زملائي اللي في الحد، أقول لهم أنا بخير وبألف وسلامة. جميل. وكل عام وهم بخير إن شاء الله. الآن زملائك اللي في الحد اللي يشاهدونك، وش تقول لهم؟ أقول لهم يثبتون، وإن شاء الله كلها أسبوع أسبوعين وأنا جاي. أحب أبايع الأمير محمد بن سلمان على السمع والطاعة، والله يوفقه ويحميه إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. من خلال برنامجنا لمسة وفاء جايين نهنيك في العيد، ونقول لك عساك من عوادة، وأسأل الله العظيم أن يقومك بالسلامة. خلينا في البداية نتعرف عليك. معكم لازم أول إبراهيم بن ناصر بن زيد الرزوق من القوات المسلحة. أحب أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين أبوي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأبوي ناصر زيد الرزوق، وأمي وأخواني وأخوياي الأخواني اللي في الحد الجنوبي المرابطين. وأحب أني جميع أخواننا. أخوانك اللي في الحد الجنوبي اللي اليوم يشاهدونك من خلال برنامجنا برنامج لمسة وفاء، وش حاب تقول لهم؟ أحب أقول لهم كل معنوية إن شاء الله تكون مرتفعة، وكل سنة وأنتم طيبين، وما أبغاكم إلا تردون كيدهم في نحرهم إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله قريب. إن شاء الله. إن شاء الله إن هذا شغلنا وهذا واجبنا، وإن كلنا فداء للوطن. أبايع سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز على كتاب الله وسنة رسوله وبالسمع والطاعة في المنشط والمكره. على المبادئ والشرف والدين والملة، على المبادئ والشرف والدين والملة، عشنا وعشت يا بلد والحافظ الرحمن، من عهد أبو تركي وهادي شمسك مطلة، يا أرضنا يا أرضنا يا ديرة الإيمان. يا رجال أبو فهد حنا الوفا كلها، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. من خلال برنامج لمسة وفاء حنا نقول لك الحمد لله على السلامة يا بطل، وكل عام وانت بخير. وخلينا نتعرف عليك. الجندي عبد الرحمن حسن الفيفي. من أي قطاع؟ القوات المسلحة. جميل. من حاب تهني في العيد؟ أهني الوالدة وسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان، أخويانا في الحد الجنوبي. جميل. ربعك اليوم اللي في الحد الجنوبي اللي يتابعونك، وش حاب تقول لهم؟ قول لهم كل عام وانتم بخير والله ينصركم. أبايع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة، والله يعينه.
ما شاء الله تبارك الله، نقول لك الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير من خلال برنامج لمسة وفاء. نقول لك جعلك ما تشوف شر وعساك من عواده ان شاء الله. الله يجزيك. تعرف عليك. معك الوكيل رقيب عمير بن حسن الشهراني. الحمد لله على سلامتك يا عمير، وجعلك ما تشوف شر. من حاب تهني في العيد؟ أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهني المسلمين أجمعين، والوالد والوالدة والأخوان طال عمرك. ربعك اليوم اللي في الحد الجنوبي اللي يشاهدونك في أول يوم العيد، وش تقول لهم؟ نقول لهم على القوة ونشوفهم قريب إن شاء الله بإذن الله. إذا شاء الله بايع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الكتاب والسنة والسمع والطاعة، وكلنا معك وإلى الإمام إن شاء الله يا أبو سلمان. كل عام وانتم بخير من خلال برنامج لمسة وفاء. حنا نقول لك الحمد لله على السلامة وما تشوف شر، وخلينا في البداية نتعرف عليك. الشر ما يجيك. معك الوكيل رقيب علي إبراهيم أحمد عسيري، وكيل رقيب في القوات المسلحة. ونعم والله أخوي علي. علي، من حاب تهني في العيد؟ والله أول شيء نهني طويل العمر الله يحفظ لنا الملك سلمان، ونهني طال عمرك ولي العهد. والله ربع في الحد الجنوبي نقول الله ينصرهم والله يوفقهم يردهم لأهلهم سالمين غانمين بإذن الله. فبايع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونقول الله يجعل الذخر للمملكة ويعينه على المرحلة القادمة، والله يوفقنا ويوفقه إياه. مشاهدينا الكرام، كنا معكم من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، شاهدنا وياكم مصابين الحد الجنوبي الأبطال اللي رفعوا رؤوسنا في ميدان الشرف والعز. بإذن الله تعالى نراكم في حلقة قادمة من برنامج لمسة وفاء، وهذا خالد الجبر يودعكم وإلى اللقاء.